أيها السيدون والسيدات والمستمعون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم يوم الخامس من يوليو، نحن نحتفل اليوم ذكريات ويكو محمد بشير الكاتب المشهور. بمرور 30 عاما على وفاة الكاتب العظيم والحبيب للأدب الملايالمي، نستذكر اليوم بأس هذا الفقدان الكبير لعالم الأدب. بينما يكتب الآخرون، كان بشير يشارك قصص حياته دون تزييف. هذه الطريقة هي ما جعلت بشير يختلف عن غيره من الكتاب. ولد هذا الكاتب العظيم في 21 يناير 1980 في ثليولة برمبا، بالقرب من ويكوم في منطقة كوتيوم. في اليوم نحيي ذكرى 30 لوفاة الكاتب الملايالمي والرباي والمقاتل في حركة الحرية ويكو محمد بشير. يحتفل هذا الكاتب مكانة لا مثيل لها في عالم الأدب الملايالمي. إن كتابته البسيطة والجذابة والمليئة بالفكاهة جعلت منه كاتبا محبوبا. كان له مكانة خاصة في الأدب الملايالمي كمناضل في حركة الحرية وإنسان. تمت ترجمة أعماله الرئيسية إلى لغة أخرى. وصلت شهرة الكاتب الملايالمي ويك محمد بشير إلى العالم بأسره. من أشهر أعمال هذا الكتاب الخالد ماعز باتوما، رفيق الطفولة، الجدران، رسالة الحب ولحظة نادرة. كانت موضوعاته غير المليئة وإبداعاته الفريدة وأسلوبه السردي الذي لا يضاهي. تميز أعماله بالشيء الذي كان الملياليون يطلقون عليه بحب لقب سلطان بيبو. لم يكن هناك موضوع لم يتطرق له قلم السلطان، سواء كانت رحلة، جوع، مصير، مرض، سرقة، حب، فقر، أو واقعي الحياة القاسي. كان بشير يحب كل المخلوقات في الطبيعة. تقول قصص بشير إنه كان يساعد القطة التي كانت تأتي لسرقة طعامه في الليالي عندما كان يكتب. كان يعتقد أن جميع المخلوقات على هذا الكوكب لها حقوق في الأرض. كتابه حقوق الأرض هو دليل على ذلك. كل المخلوقات التي التقط بشير أصبحت شخصيات في قصصه، سواء كانوا لاعبي الكرام أي غاية أو حمقى أو ماعز أو قطة أو فيل، كانوا جميعا أصدقاء بشير. توفي في 5 يوليو 1994 في بيبور في منطقة كويكوت. إنه من خلال المرور بقصة حياة بشير ندرك كم يمكن أن تكون الحياة متنوعة، ومن خلال أعماله ندرك كم يمكن أن يكون الكتابة صريحة وجميلة ببساطة. لقد قطب العديد من الأعمال مثل ذلك الشيء الضخم المسمى باسم ما هذا النور للضوء، وقد أنشأ أبراجا أدبية في اللغة الملايالمية. قد يأتي للعيد من الأشخاص الخلفاء، لكن
من المؤكد أن بشير لا يمكن أن يحل محله إلا بشير نفسه، هذا هو سلطان بيبو. يمكننا أن نستمتع بمزاح بشير الكبير ومقالب هندرتا بوساتو، حتى مع مرور السنوات سيبكي في أذهان محب الأدب على كرسيه المفضل تحت شجرة المانجستن مستمعا إلى نم يا أميرة على الغرامفون. لم يمر يوم ذكرى وفاة هذا السلطان العظيم دون أن نتذكر تحية عظيمة لهذه الأبقرية. إلى اللقاء من ذكريات ويكم محمد بشير. إذا انتقل الكاتب المشعور الأبقري إلى جبال ربه، لكن وهو معنا في كل الأوقات وفي كل اللحظات بكتابه وبقلمه وبرؤيته وبآرائه وأفكاره وخياله. شكرا لكم.